سلطانة ليش ما أكلتي شي؟ إذا ضليتي على هالحالة والله رح تمرضي. مو قدرانة آكل، خليهم ياخدوا الأكل. سلطانة، بدي أقلك إنه في واحد جاي من العاصمة ومصر إنه يشوفك، وقال معه خبر كتير مهم. خليه يجي. جلالة السلطانة ناهي الدوران، أنا الشاويش نعمان الحاجب الخاص للوزير الأعظم رستم باشا. اوعى بتذكر اسمه مرة تانية بقصري، بعدين هن انعزلوه من زمان، ليش لساتك عم تقول عنه الوزير الأعظم؟ أحمد باشا تحاكم بسبب الرشاوى والمال اللي اختلسه من الخزينة، وكانت عقوبته الإعدام يا سلطانة، ومولانا السلطان ارتقى يرجع يعين رستم باشا مكانه. مولاك السلطان عزله لحتى يهدي الجيش، يعني عملوا كبش الفدا، ولما اجته الفرصة رجعوا على منصبه مرة تانية. ما عندي فكرة عن الموضوع، أنا اجيت بس حتى خبرك فرمان مولانا السلطان. شو بده؟ شو ما كفاءت الابني وحفيدي؟ ما عاد في شي ياخده مني غير روحي. بعد التحقيق القضائي ثبت دعمك للمتمردين على السلطان بمنطقة أديرنا ومحيطها، ولهالسبب رح ننقل كل ممتلكاتك لخزينة الدولة ما عدا هذا القصر يا سلطانة، ومخصصاتك الشهرية من الخزينة رح تنقطع بشكل كامل، ومن هون ورايح ما بقى يطلع لكم قرش واحد من القصر. شو عم يقول سلطانة؟ لا، روحوا قلوا لسلطانك الله يلعنه ويلعن ذهبه وقصره، ولا مرة شفنا منه الخير بحياتنا وما بتوقع شوفه. مو لهذا السبب قتل ابنه البكر؟ ابني مصطفى قتل ابنه يلي بيحبه كرمال العرش والسلطة. رح أشوف إذا هدول رح ينفعوا لهالظالم. مفكر إنه رح يخلد بهالدنيا يعني؟ إن شاء الله كل نفس يتنفسه ويتحول لنار تحرق له قلبه وتعذبه. يلا روحوا قلوا، وإذا ما بتخبروا دعواتي رح تلعنك ليوم الحساب. يلا روح من وشي. أمرك يا سلطانة، بس في موضوع تاني. مولانا قرر بإنه يزوج السلطانة نرجس لوالي الأناضول أحمد باشا، فياريت تجهز حالي لتروح معي هلأ على العاصمة. أكيد لا سلطانة، قلي له أنه ما بدي أتزوج. يلا روح من هون، قلت لك روح من وشي، انقلع لبرا القصر. يوسف طلعوا من هون فورا. اهدي مولاتي اهدي. يا رب يا خالق السماوات والأرض، تحاسب هالظالم سليمان على ظلمه وتفرجينا فيه. مصطفى وأحفادي تعذبوا وانظلموا كتير بهالدنيا، يا رب انت شايف وعارف، الطف فينا يا ربي دخيلك. الله يخليكي، ما بدي روح من هون سلطانة، وما بدي اتزوج، مو حابة اكون بعيدة عنك. ممكن يكون هالشي افضل لك يا بنتي، طول ما انت موجودة معنا هون بالقصر رح تضلي تتذكري الماضي، الحزن والألم ما رح يفارقوك بنوب. لا انا ما بكون مبسوطة غير هون، وبحب دائما ضل جنب قبر أبي وأخي، وما بدي بعد عنهم أبدا. حبيبتي نرجس، حفيدتي الحلوة، اسمعيني منيح، ما بدي شوفك عم تدبلي قدامي وانت لساكي بأول عمرك. الشي الوحيد يلي بتمنى
إنك تكوني منيحة وتكوني سعيدة مع زوجك وولادك. بكرة ممكن تجيبي ولد وتسميه مصطفى كمان، ويطلع قوي وشجاع مثل المرحوم أبوكي. السلطانة معها حق يا نرجس، وإذا ما تزوجت اليوم فأكيد بكرة رح تتزوجي. طيب أنت شو قررتي؟ شو بدك تساوي؟ خاصة بعد ما قطع الذهب عنك، ويلي كانوا معك ما ضل شي منهم، وهذا غير يلي دينتيهم مشان تكملي قبر أبي المرحوم. أنتي ما تاكلي هم بنوب حبيبتي، الذهب ما بيفيدني أساسا، من بعد اليوم ما رح أحتاج شي، المهم إنه عندي مكان عيش فيه، ما ضل بالعمر أكتر من اللي راح. فهد، ما قلت لك تروح من هون؟ شو لساتك عم تعمل عنا؟ يوسف، روح مع السلطانة نرجس وساعدها لحتى تزرع الورود يلي جبناها. يلا. وقت قال لي يوسف إنك عايش وإنك موجود ببورصة تفاجأت كتير. مرت سنين وإنت مختفي وما سمعت منك أي خبر. أكيد في عندك سبب مقنع، لكن مصطفى طلب منك تقسم بالولاء للأمير بيزيد يا فهد. مثل ما بتعرفوا سمو الأمير كان متعلق بأخوه المرحوم كثير. مزبوط هالحكي، بس لو شو ما كان بيضل ابن هيام يا فهد. وأنا بالأول ترددت يا سلطانة، بس لما عرفته لسمو الأمير بيزيد ما ضل جواتي أي شك أو تردد. سمو الأمير بيزيد ما بيشبه أمه ولا له علاقة فيها أبداً. مين بيشبه لكان؟ أبو السلطان سليمان؟ بيكون أسوأ وأسوأ. بيشبه أميرنا المرحوم لأنه قوي مثله وذكي وهو كتير كريم. قال لي سلم عليكم كتير وبعد معي صناديق ذهب لتكملوا قبر المرحوم مصطفى. ما له لزوم، أنا مو بحاجة صدقة منه أو من غيره. حاشا يا سلطانة، هي هدية، حب من خلالها يظهر محبته واحترامه للمرحوم مو أكتر. الأفضل تقول إنه خجلان من اللي عمله أبوه معي. السلطان سليمان أخذ مني كل أملاكي وقطع عني كل المخصصات. أنا هلأ عرفت منكم، معناها الأفضل يا سلطانة تقبلوا هالهدية. رجعن يا فهد، عندي ذهب بكفيني لوقت طويل، أساساً ما ضل بالعمر أكتر من اللي راح. بس ما تطول بابا. مع أنه وضعنا مو كتير منيح ما قبلت هدية الأمير بيزيد. قدي ضل عنا ذهب؟ بالذهب الموجود معنا منقدر نتحمل نفقات سنة بالكتير. معلومك الحاشية تبعنا كبيرة شوي، في عدد كبير عم يخدم جلالتك. الأغوات والحراس بدي تبعتيهم مع السلطانة نرجس، خليهم يروحوا معه.
وأنا هيك عم قول يا سلطانة، وإذا بعتنا يلي ما بيلزمونا الذهب بكفينا لفترة أطول. وأنتي روحي معهم، هونيك حيكون أحسن لك بكتير. لا يا سلطانة، بموت وما ببعد عنك، وبدي يبقى جنبك لآخر نفس بحياتي. وهيك منكون وفينا لكم كل ديونكم، فأنتوا أوفوا بوعودكم وخلصوا الشغل بالوقت اللي اتفقنا عليه، أحسن ما نرجع نتفق مع غيركم. حقيقة أشراف أماسيا بيشكروا على الشيء اللي ساووه. شوفي هلأ شو ضل معنا ذهب، واشتروا فيهم أكل ووزعوهن على الفقرة. اصحك تنسي حدا. إذا بدنا نوزع اللي بقيوا معنا، من وين بدنا نأمن أكلنا وشربنا؟ مصطفى المفروض إنه ما ينتسى، لازم الكل يضل متذكره. الناس لازم تزوره وتترحم عليه ويدعو لروحه يلي راحت من هالدنيا ظلم. وما بدي شي تاني. آمين يا سلطانة آمين. ويلي قتلوا المرحوم الأمير مصطفى إن شاء الله يحترقوا بنار جهنم عن قريب. مستحيل تدملن لأن ما دامت لغيرهم. إلي فترة عم شوف السلطان سليمان بالحلم قاعد بالعتمة وعم يحترق كل شي حواليه. بلكي كانت علامة، بلكي كان مريض هو أو حدا بيخصه. يمكن رح تاخدي حقك. رب العالمين هو يلي رح ياخد حقنا منه، رح يحاسبه على كل أعماله. عملت كل شي بقدر عليه لحتى بنيت هالضريح هاد لابني المرحوم. انتهى بناؤه هلأ، وباليوم اللي خلصوا شغل فيه انت اجيت. ليش اجيت يا سليمان؟ ليكون وجود ابني المرحوم مصطفى مضايقك وهو بقبره كمان. أنا حبيت إجي وإجيت، ما في أي سبب تاني. بجوز قربك من الموت هو اللي جابك، وضميرك اللي دفنته تحت التراب هو اللي جابك. الناس رح تعرف حتى لو بعد سنين، رح يحكوا إنه في أب ظالم قتل ابنه بإيده. وكرمال شو؟ كرمال السلطة والعرش. كرمال وسخ هالدنيا الفانية، المال والملك وأراضي وسيطرتك على الناس وإحساسك بأنه قدرهم بإيدك. كل هدول يا سليمان يستحقوا انك تقتل ابنك؟ معقول في شي بهالدنيا بيستاهل انه اب يقتل ابنه بايده؟ شوف لوين وصلتنا. مستقبلنا اندفن وهو بعز شبابه.
انت دفنته بايدك، انت. طلع يا سليمان، طلع بهالمكان منيح قدام عيونك. جواد هالضريح نايم مستقبل الدولة العثمانية. جوات هالضريح وجوات هالصندوق الأسود المظلم موجود ابنك. ابنك يلي قتلته بدون رحمة، جسته موجودة هون. ادعي يا سليمان، اطلب السماح من ربنا. بلكي بيغفر لك هالذنب الكبير هذا. سلطانة أنا رح جيب لك شي تاكلي. سلطانة، في حدا جاي يزورك. ومين هالحدا؟ سليمان ما؟ سلطانة هيام. يعني بالآخر رجعنا التقينا. ما اجيت لهون لحتى ضايقك أو إني ازعجك. أنت بتتوقعي إنه لسه في شي ممكن يضايقني؟ روحي يا جنان لو سمحتي.
جيتي لتشوفيني وأنا بهالحالة، ما هيك؟ لحتى تشوفي انتصاراتك. أكيد جيتك لهون بس كرمال تشمتي فيني وتشوفي كيف تحول قصري لخرابة. ما ضل لي غير يوسف وجينان يلي ما رضيت تروح وتتركني لحالي هون. أنا خسرت كل شيء. معك حق، مفروض تكوني مبسوطة. عم تشوفي أكبر عدوة لإلك مزلولة قدامك. أنا كمان ولادي ماتوا وكتير تعذبت وقلبي لسه عم يحترق عليهم، وأنتي بالذات أكتر وحدة ممكن تفهمني وتعرف وجعي. هيام ابني مصطفى، أنتي السبب بموته. ضليتي وراه لحتى قتلتيه. وأنتي مانك بريئة، مو أنتي اللي تسببتي بموت محمد. هذا غير عذابي على موت جهانجير. وإذا آلامنا رح تخلص بهالطريقة، خلينا نقتل بعض ونرتاح. شو جابك لهون يا هيا؟ أنا قريباً رح أجتمع بمحمد وجهانجير. بعرف إنه مالي حق بيلي رح أقوله، بس بدي ريح ضميري قبل ما أموت. ناهي الدوران، اليوم أنا جاي أطلب منك السماح. أنا مسامحتك على كل شي ساويتي، دنيا وآخرة، وبكرة بيوم الحساب رح كون مسامحتك على كل شي بحقي. بس انتي رح تقدري تسامحيني؟ سامحتك يا هيام، مسامحتك. أنا مسامحتك بالدنيا والآخرة، وبكرة لما توقفي بيوم الحساب ربي يشهد علي إني مسامحتك. الله يكون معك. أنتي كمان. Thank you.
ليش عملتي هيك يا سلطانة؟ ليش سامحتيها بحقكم؟ انتي نسيتي الشي اللي عملته فيكي؟ أحياناً بيكون أكبر عقاب بتعاقبيه لعدوك هو إنك تسامحي، وهيك بتخلي ضميره هو اللي حاسبه. لو إني قلعتها وبهدلتها مثل ما كانت متوقعة مني، كانت رح تروح من هون وهي مرتاحة. بكرة رب العالمين بيوم الحساب بحاسب هيام، بياخذ له حقه لابني. وبالنسبة إلي فمسامحتها ومالي شمتاني فيها أبدا. خير سلطانة؟ في شي؟ شفت كابوس. شو شفتي بهالكابوس؟ خير إن شاء الله. السلطان سليمان طلع من القصر الرخامي وهو بكل قوته، بس كان لابس عباية بيضة. تماماً مثل عباية ابني المرحوم. وقت راح لعند أبوي يشوفه كان لابس نفس العباية. هاي إشارة من عند ربنا يا جنان. السلطان سليمان نهايته قربت. هو كبر كتير أصلاً، حتى عم يقولوا من قصره ما عم يطلع. المرض والعمر ما بيرحموا، أخذوا حدهم منه. مزبوط هيام راحت، ومع هيك ظلمه ما انتهى. هالظالم أمر بقتل ابنه الثاني يا جنان. أكيد عذاب الضمير ما رح يتركه أبدا، وهو بالآخر رح يموت بقهره. جهزي حالك، نحن رح نروح. سلطان سليمان، ربي كاتب لي إني شوفه ضعيف ومقهور هيك. شوفي هذا وش سلطان العالم قبل ما يجي الموت وياخده. لا تاج ولا عرش ولا حتى سلطان. صورته هلأ بعيون كل الناس إنه أب قتل أولاده بإيده. أخوك الأمير سليم بعت لي رسالة وكتب لي فيها إنه رح يرجع لي اعتباري، وكمان رح يخصص لي راتب. قديش هالشي غريب، الابن هلأ عم بيصلح الأخطاء يلي عملها أبوه. أكيد بيكون شفق على وضعك. اللي ما بيشفق على أخوه ما بيشفق على حدا. أخوك سليم كتير بيشبه أمه هيام، مفكر بهالطريقة بينظف إيدي اللي تلطخت بالدم. بلكي الله بيرضى عنه. هو ما بده يموت كشخص ظالم مثل أبوه، بس للأسف هذا الشيء ما رح يصير. الشيء اللي عمله بأخوه ربنا ما رح ينساه، ورح يجي يوم يتحاسب عليه. أنا كنت بالأول زعلانة على حالتك يا سلطانة، بس توضح لي هلأ إنه أنتي بتستاهلي كل هالمصايب اللي صارت معك. وهلأ روحي من هون.
وإياك ترجعي مرة تانية. مو غريب هيك تصرف من بنت السلطانة هيا، عم تمنعك تفوتي على القصر اللي كنتي عايشة فيه.